ما هي ده تغير اللي حدث في الاستراتيجية صحيح الأوروبية صحيح لزيادة الإنفاق على العسكري بشكل أو بآخر، وكانت البداية مع ألمانيا في تحول كبير. ولكن دكتور لو تسمح لي أعود مرة أخرى للصراع المتعلق بالطاقة بين روسيا والغرب، ومع توقعات نقص الإمدادات ومع توقعات المقاطعة الكاملة لمصادر الطاقة الروسية من قبل أوروبا، هل تعلن أوروبا حالة الحرب الاقتصادية وما هي أدواتها هنا؟ طيب اولا انه امتناع اوروبا على استيراد الغاز من او النفط من روسيا اعتقد انه صعب جدا على الاقل لمده سنه، لانه النهارده ليس يعني اوروبا ليست لديها القدره عن الامتناع او التوقف عن استيراد الغاز من روسيا والتوجه لبدائل اخرى، لانه البدائل الاخرى تحتاج الى تجهيزات. النهارده اكثر الدول اللي بيخش لها غاز من روسيا المانيا عن طريق ستريم 1 او ستريم 2 اللي هو متوقف حاليا، لكن ستريم 1 هو ده اللي بيغذي المانيا وبيغذي كافه الدول. النهارده الاستعدادات او البنيه التحتيه داخل المانيا وداخل الدول الاتحاد الاوروبي من الصعب انها تستقبل اي غاز ثاني. ثانيا المصادر الاخرى للغاز الطبيعي على مستوى العالم متمثل فين؟ متمثل في شوك البحر المتوسط ما بين مصر واسرائيل وبعض الدول اللي بتطل على البحر المتوسط، وايضا الجزائر لانها بتمول ايطاليا بجزء كبير، ودوله قطر. وكل هذه الدول لديها عقود وتعاقدات اجله لمده سنتين وثلاثه لا تستطيع انها تتجاوز عنها او تغيرها، وبالتالي هيكون عليها يعني جزاءات او اشتراطات جزائيه. وبالتالي النهارده حتى دول الولايات المتحده الامريكيه لم تستطع انها تنفذ خطتها من قيامها بتصدير النفط وتصدير الغاز الطبيعي لدول الاتحاد الاوروبي لزياده وارتفاع الكلفه في عمليه مسار. طب البدائل الاوروبيه هنا الى ان روسيا لديها بدائل، هي اتجهت للصين والهند. الاشكاليه انه دوله زي المانيا مثلا على سبيل المثال توقفت عن محطات الطاقه النوويه خلال منذ ثلاث سنوات، فاصبح النهارده البديل اللي بيتم اتجاه دول الاتحاد الاوروبي حاليا في الوقت الحالي هو الاتجاه للفحم، وده مخالف للبيئه ومخالف ل يعني التغيرات المناخية الموجودة على مستوى العالم. لكن البدائل هو الاستعانة بغاز شرق المتوسط، زيادة التعاون مع دول زي جدير كونه النهاردة لمصر بقى دور إقليمي ودور محوري في هذا الموضوع، لأنه حتى الغاز الطبيعي اللي هيأتي من دول شرق المتوسط لابد أن يأتي عن الدولة المصرية.